واو صراحة قد ما خدمت هاد لا فيديو قد ما وجدت لها مانيش متيقة بلي واخيرا راني جالسه وراني كنصورها. فهاد لا فيديو غادي نشارك معكم شي حوايج لاول مره، خصوصا الناس اللي كيعرفوني عارفين بلي ما كنشاركش بزاف حيت الشخصيه التفاصيل اولا غيرها. كنأكد لكم ان هاد لا فيديو غادي تكون شويه دسمه. الفكره نتاع هاد لا فيديو هادي كانت شويه صعيبه لانه كانوا عندنا كفتين. الكفه الاولى كتقول لك ما كيلاش انك تهضري في بعض التفاصيل، ما كيلاش انك تذكري شي حوايج، ما كيلاش انك تهضري على بعض المراحل في حياتك اللي غادي تقوليهم لاول مره. والكفه الثانيه كتقول علاش لا ما نهضرش عليهم، علاش لا ما نبينش للناس وما نوضحش مجموعة تاع النقاط. بما انني جالسه اليوم كنصور هذا الفيديو فاكيد ان الكفه الثانيه هي اللي ربحت، وربحت بواحد الفارق اللي هو بسيط، هو احترام الناس اللي كتبعنا. واحد الناس اللي كتبعنا من الاول واللي صراحه واخا كنغبروا كنوليو كنلقاهم مازال كاينين، مازال كيتفاعلوا معنا، مازال كيتبعونا. كاين الناس اللي كنمشيو كنجيو كنلقاهم مازال كاينين. احترام ليهم، وباش هكذا حتى هما يكون عندهم واحد التفسير لبزاف نتاع الحوايج قررنا ان نديروا هذا الفيديو. يوتيوب يمكن غادي تكمل 8 سنين ملي بديت فيها فعليا لحط الفيديو في يوتيوب وبديت هاد الطريق هادي. صراحه ما بغيناش يكون اي رجوع، عادي نهزو فيديو ونصور فيديو كيما هما الفين نديرو ونقدروا من بعد نغبروا ونقدروا ما نغبروش، ولكن بغينا يكون واحد الرجوع مختلف، واحد الرجوع واضح. نبداو، غادي ناخذكم معايا في هاد لا فيديو في واحد الرحله، لان بزاف تاع الحوايج غادي نعاود لكم وقعوا في مراحل اللي هي مختلفه من حياتي. فاكيد انا غنبداو الرحله من الاول، وفي كل مره غادي نريدكم بزاف نتاع المحطات ونعاود لكم واحد التفاصيل ديالها. بديت يوتيوب نقدر نقول هذه تقريبا 10 سنين، لانني في الاول بديت ما كنوريش راسي، غير كنوري يديا، كندير بعض الفيديوهات وكنحطهم، ولكن هي البدايه الفعليه كنعتبرها هذه 8 سنين اللي بديت فيها فوالا جالسه كنهضر فاصل الكاميرا وكندير لي فيديو وكنشاركهم في يوتيوب، وهذيك هي البدايه نتاعي. في ديك البدايه كنت من الاوائل اللي بداو في اليوتيوب المغربي والنسوي خصوصا، وكانوا فريمون محسوبين على الاصابع. وبغيت نعاود لكم هاد التفاصيل تعيشوا معايا اللحظه وتوليو معايا الرول، لان كاين بزاف الحوايج اللي غادي نهضر عليهم غادي يبانوا عاديين، ولكن الا عشتوا معايا في ديك المرحله كنهضر على يوتيوب من بديتو، اللي كانت ماما اصلا ما عندهاش يوتيوب في التليفون، اللي ما كانوش السوشيال ميديا، اللي كان والدي انا ما كيعرفوا لا تيك توك لا انستغرام لا حتى شي حاجه، اللي كنا حنا يلاه عندنا يوتيوب في البيسي، مازال ما كاينش يوتيوب في لا تيلي. فريمون كان داكشي كديري شي حاجه وكتبداي شي حاجه اللي حتى شي واحد اصلا ما عارفها. سبحان الله، وخا في ديك الوقيته ما كانش هادشي معروف، وخا في ديك الوقيته ما كانش هاد المستقبل لليوتيوب لا حتى شي حاجه، ولكن كنت عارفه شنو باغيه. ما بديتهاش صدفه، بديتها وانا عارفه بلي باغي نصور، بديتها وانا عارفه بلي باغي ندير يوتيوب، بديتها وانا عارفه بلي باغي ندير هاد الحاجه. كتعجبني نصور، كتعجبني الكاميرا، كيعجبني نجلس حدا الكاميرا. من بعد غادي نكتشف كاع داكشي اللي داير بها نتاع المونتاج ونتاع تستعدي الفيديو وتوجدي الفيديو وتمونطيه وتحطيه، شتو داك الطريق كامله اللي كديرها باش كتحط داك لا فيديو. الحب، عرفتوا ديك الشغف، راه ما يمكنش نوصف لكم هذا الاحساس. الاحساس اللي كيحس به غير شي واحد اللي فريمون كيبغي هذا الشيء بدون اصلا اهداف، لان حنا ملي بدينا يوتيوب ما كان فيها فلوس، ما كان فيها مستقبل، هي حاجه كتبغي ديريها، بحال مثلا كتبغي ترسمي او مثلا كتبغي الرياضه او كتبغي شي حاجه، اي حاجه كتبغيها كديريها، ما كانش فيها حتى شي اهداف ولا انك لا غادي نديرها باش نربح كذا. كانت الا بديتيها وسورتو في ديك الوقيته منها كتبغي هذا الشيء، لان هذا الشيء ما كانش كيعطيك شي حاجه، راه ما كانش كيعطينا الفلوس ولا كنا كنربحو من يوتيوب ولا شي حاجه، بالعكس راه كنا حنا اللي كنحطو فلوس على المواضيع اللي كنهضروا فيها، على السيت اللي كنشريو من عندهم، على لي برودوي اللي كنتيستيهم، على الماتيريال اللي كنشريو. بحال مثلا شي حد اللي كيبغي الرسم غادي يمشي يستثمر في فوالا في الادوات نتاع الرسم، في لا بانتور، في لي بانسو، في الطابلو، في الورق، في بزاف تاع الحوايج اللي غادي يخليك في التالي باش تقدر ترسمي الطابلو ديالك. حنا نفس الشيء، ماشي هو يوتيوب اللي كنهضروا عليه اليوم اللي الناس كتستغلوا الفضيحه ولا البوز ولا دخلت وهي عارفه فيها الفلوس نهائيا بتاتا. وهاد الحاجه فريمون كنت كديرها حيت كتبغيها، حيت شي حاجه كتعجبك. انا صراحه اكتشفت مع الوقت ان كاين شي ناس اللي ما كتفهمش شنو معنى انك كتبغي ديك الحاجه. الناس كتلومك عليها، كتلومك علاش كتبغي ديك الحاجه، ما بغاش تفهم انك كديريها حبا، انك كديريها حيت كتعجبك، كترتاحي بديك الحاجه. كما ناس اخرين كيديروا حوايج اخرين هي مختلفه ولكن كيرتاحوا فيها، كيبغيوها، هذا هو الفرق. وانا صراحه ما نكذبش عليكم، فرحانه بزاف ان في البدايات نتاعي نتاع حياتي في العشرينات قدرت نفهم شنو هي انني نبغي شي حاجه ونطبقها ونديرها ونستمتع بها. كاين بزاف تاع الناس اللي ضيعوا حياتهم سنوات واللي مشات لهم بعض الفرص، يمكن مع لاج ما يقدروش يديروا ديك الحاجه، لان اولا يخدموها او اللي يقراوها او اللي يجربوها، لانهم ما تبعوش داك الحدس اللي كيبغيو ديك الحاجه. انا من الناس اللي قررت انني ندير يوتيوب وتحملت فيها العواقب وتحملت فيها بزاف نتاع الحوايج، ولكن فرحانه انني في التالي درت شي حاجه كنبغيها. بديت يوتيوب كانت الامكانيات بسيطه، ما كنهضرش على الماديه،
كنهضر الامكانيات انك اصلا ما عندكش الماتيريال. اليوم الا كتقلبي على لي كابل والكارت ميموار ولي بي سي والشارجور ولي التليفون غير اللي محليت عليها فمك، كل شيء موجود وتقدر حتى تجيبهم من على برا. ديك الوقيته اللي كنهضر معكم واليوم معايا واحد 10 سنين الرول، ما كانش حاجه سميتها ماتيريال بروفيسيونيل. ففريمون كانت واحد البدايات صعيبه بالامكانيات، ولكن ما عمر، علاش ملي كنقول لكم شي واحد كيبغي ديك الحاجه ما عمر ما كانت العائق. راه فريمون البي سي كنت كنشري بي سي جديد جديد، ولكن راه ملي كندير فيه الكارت ميموار باش نمونتي لي فيديو كان كيتقال وعاد جديد يتبلونطا 70 الف مره، نجلس فيه 5 سوايع يطفالي 20 مره، لان ما كانش عاد لي مارك اللي ما فاهمين بلي كاين واحد صناعه المحتوى وخصهم يديروا الماتيريال نتاعهم اللي يقدر يتناسب مع هذا الشيء، وبلي الناس ولات كتصور بزاف كتمونتي واخا غير ليها. فريمون كانوا بزاف نتاع العقبات، صح كنتفكرهم وانا كنضحك، لان ما عمر ما حسيت بشي حاجه بلي ثقيله، ما عمر ما حسيت بلي ما قديتش ندير ديك الحاجه او لا كانت عائق. الحب ولا داك الشغف اللي عندك لديك الحاجه كنت كتنساي بلاكس، كنت كتستمتعي وكنضحك وكيطفاو عاود كنعاود نشتغل ونبات فايقه وما عنديش المشكل. وبالحديث على الشراء وهذا الشيء نتاع الماتيريال، انا من الناس اللي نهار خديت القرار انني ندير يوتيوب، خديت القرار انني نتحمل المسؤوليه تاعو فيه كامله وما ناخذ حتى شي ريسك، منهم انني انا اللي نستثمر في حوايجي فريمون من الماتيريال اللي كان اي حاجه شديت شريتها بفلوسي، لانني بديت الخدمه في الانترنت من قبل ماشي في ليشان يوتيوب، ولكن كنت نعرف نخدم في الانترنت وندخل فلوس اللي هي رمزيه، ولكن بما انها كانت فلوس ديالي وما كنتش فوالا كبيره وعندي بزاف تاع المتطلبات وداك الشيء كامل، كنت كندسهم حاجه على حاجه وكنقدر نشري بها شي حاجه في التالي اللي قيمه وكدير الفلوس. فكل شيء شريته من الكاميرا من الماتيريال من لوجيستيال بي سي، اي حاجه كنت كنديرها حتى لي برودوي ولا اي حاجه كنت كنبغي نهضر عليها كنت كنشريها بفلوسي. فلذلك ما خليتش الريسك انني ناثر على دارنا او انني نطلع على شي حد او انني ندخل شي سلف ولا شي حاجه، فبلانيت لها. يعني اش كنقول لكم، انا من الناس اللي خططت انني ندخل يوتيوب، ماشي جيت ودخلت هكذا، بالعكس كنت شي حاجه اللي باغياها. وخديت واحد القرار شويه غريب، قرار شويه غريب، ولكن كنت خديت القرار انه من غير الناس اللي دايرين بيا واللي كنعرفهم، اللي كنقول لك 5 ولا 6 فريمون القراب نتاع القراب، انهم يعرفوا بلي بديت في يوتيوب. ماشي خوفا، بالعكس انا كنت عارفه بلي كندير شي حاجه اللي كنبغيها وما مدي حتى شي حدود، ما دايرش شي حاجه مخله للحياه، ولكن ما كنت باغيه حتى حد يشوش عليا، وكنظن هذا اكثر قرار درته. ما كنتش باغيه شي حد اللي يضيعني من الطريق، لان هذوك الناس اللي غادي يسوقوا الخبر ولا اللي غادي يعرفوا، انا ماشي محظوظه من دوك الناس اللي عندي المعارف والاقرباء، شي حد اللي غادي يبوستيك ويبغيك توصلي ومانيش عارفه شنو، كانوا اكيد غادي يفرانيوني وغادي يطلعوا لي 70000 حاجه اللي ما كنتش غادي نديرها. فكنت كنقول واحد الجمله ديما، كنت كنقول لهم غادي نبدا وغادي نخدم حتى واحد النهار غادي ننجح في شي حاجه وغادي نطلع لهم. وداك الشيء اللي وقع كما قلتو هو اللي صرا، غادي نبدا نخدم في يوتيوب مره على مره، الفيديو داز كيكثروا وغادي تجي واحد لا فيديو كانت هي الفيديو الفارق، والناس اللي كيتبعوني كنضرب اللي كيعرفوا ديك لا فيديو. وهنايا في ديك الوقيته ما كانش المشاهدات بزاف كما اليوم، الناس كدير سبونسوريزي والبارطاج وتلقاها في كل بلاصه، ولا فريمون كان المشاهدات اللي هما بسيطه وقلال، مليون ونص نتاع المشاهدات. لا فيديو طلعت طوندونس وكانت لمده اسبوع، يعني غادي نقول لكم باللي اللي ما شافني شافني، تاكدت باللي كاع داك الدائره البعيده وصلها لا فيديو. صراحه كانت واحده من المراحل المهمه، والانتقال يا فلاشين تاعي في يوتيوب كانت باينه، يعني واحد من المراحل المهمه والاساسيه وخطوه كانت صراحه كبيره وسيرتو في ديك الوقيته. وهنا بدات نوعا ما القصه، ومن ديك الدائره الصغيره في البلاصتي في بيتي كنصور كندير داك الشيء اللي عجبني، بحال مثلا شي حد كيما نعاود نقول لكم المثال تاع الرسم، صافي بديتي كترسمي الطابلو كديريه وكيشوفوا دوك، تدخل ماماك تشوفوا زوينه بنتي هذا الطابلو هذا، واخترا واحد داك الطابلو تحطيه في متحف ولا تحطيه في شي بلاصه غادي يشوفوه الالاف والملايين تاع الناس. اكيد ان الانتقادات غادي تكثر، الفهمات غادي يكثروا، الناس اللي غادي يعجبها بزاف نهار اللي ما يعجبها اكثر، وهي غادي تحطي داك الطابلو تاعك للملا اللي بغى يتفرج واللي بغى ينتقد واللي بغى يهضر او لا غيره. ولكن ما نكذبش عليكم، في ديك المرحله بالضبط ما كنتش مسوقه انا بشنو باغي ندير وعارفه شنو باغي ندير، كانت مستمره معايا، يعني واخا سمعت الهضره بزاف والانتقادات بزاف بالعكس استمرت اكثر وما اهتميتش، لانني مازال ديك الشعله كانت عندي، ما مسوقتش. واخا صراحه ديك الوقيته ما كان ما عشتش قليل، ولكن مسوقتش كلشي كيهضر القريب والبعيد وكل شيء شفتو اللي طاح في بالكم، مثلا كعائلتكم واقربائكم اصدقائكم في بالكم، داكشي اللي وقع لي انا وكل شيء ساق الخبر وكل شيء اعطى حاجته بالايجابي بالسلبي بالانتقاد بالفرحه بالحسده بالغيره، كل شيء شفتو، ولكن مسوقتش. انني يعني كنت فاهمه، يعني انت بحال مثلا غادي تجي غتلبسي واحد الحاجه اللي هي غريبه وتخرجي بها للساحه،
ما هي معريه، ما هي حشومه، ما هي حتى شي حاجه، ولكن محترمه، ولكن انت عجباتك، ولكن غريبه على داك اللبس اللي كنشوفوه. سي نورمال غادي تبان انت في وسط الناس، الناس كلشي غتبقى تشوف فيك، وكاين اللي غتقول واو، كاين اللي غتقول ماشي زينه. يعني انا كنت متقبله ديك الفكره، ولكن عارفه شنو كندير، وعارفه بلي شي حاجه اللي ما كدار حتى شي واحد. في ديك الوقيته ما كانوش الماركات، ولكن خصني نذكركم عاود بلي لهذا الوقت دغيا الامور كتغير. يعني عام، عامين، نص عام، فريمون كتلاحظي تطورات اللي هي كبيره وجذريه. بديت في يوتيوب، بديت كندير لي فيديو عام، عام ونص، عامين، وبداو الماركات كيهتموا بلي يوتيوبرز، وبداو كيهتموا بلي بلاسمون دو برودوي او لا غيره. وكان واحد الحاله سميتها الحملات الاعلانيه، واللي كاينه مازال، واللي هي كتكون واحد لا مارك اللي كدير واحد الاسبوع، كيكون مع بزاف تاع لي انفلونسور كيختاروهم، كتقدر تكون سفر فيه 3 ايام سيمانه، وكتكون حمله اعلانيه لديك لا مارك ولي برودوي مثلا اللي غادي يلونسيوهم. تجربه مختلفه وبوحدها، عشت وجربت وشفت وتعلمت بزاف نتاع الحوايج. ولكن للاسف كل قصه ضروري ما يكون عندها شي مشكل او لا تكون عندها شي صدمه. انا كانت هذه بدايه الصدمه بالنسبه لي، كانت واحد الصدمه كبيره بزاف. ولكن كانسانه ايجابيه كنبغي نقول الحوايج اللي هما زينين عاد نقولوا الخايبين. اكيد انني انسانه ما عنديش المعارف بزاف، وما عنديش ناس اللي كنعرفهم بزاف، ودائرتي المعرفيه صغيره جدا. فصراحه كانت هذه فرصه انني نتلاقى مع بزاف نتاع الناس، وانني نشوفهم. وسي فري انني شفت بزاف تاعنا اللي كنت كنتبعهم، الناس اللي كنتبعوهم في يوتيوب، واللي حتى انا واحده منهم. سورتو فوالا اليوتيوب نتاعنا المغربي باين، ومي كتلاقيهم كيكونوا اكثر من داكشي اللي كتشوف فيه ناس رائعه. وبالعكس كاين بزاف نتاع الناس اللي الكاميرا ظلمتهم، لا بالنسبه للاخلاق نتاعهم، لا بالطيبه نتاعهم، لا بالروح المريحه نتاعهم، لا بالمعقوليه نتاعهم. فريمون كاين شي ناس اللي واعرين اللي مازال كنتبعهم اليوم، ناس اللي فريمون كيستاهلوا، كتشوفي باللي خدموا وبلي كيخدموا وكيفاش المعقول عندهم. ولكن الصدمه كانت من ناس اخرين اللي فريمون تشوكيت، وكانت هذه واحد النقطه انتقاليه عندي في يوتيوب. الناس اللي كيفاش كتشوف فيها كتعرف تمثل، هذاك راه تمثيل. هذوك الناس خصهم يكونوا من الممثلين البارعين واللي يديو الاوسكار. الناس كيفاش كتعيش النفاق، كيفاش كتصنع حياه هي ما عندهاش روتين، حياه ما عندهمش، طباع ما فيهمش، النفاق بجميع الاشكال ديالو. سمعت وشفت وبزاف نتا الحوايج اللي فريمون صدمتني. ما تخيلش في الحياه بلي كاين شي ناس يقدروا يوصل معاهم لديك درجة، خصوصا انني كنتبعهم، يعني كنشوفهم مثلا لسنوات، وكنجي كنشوفهم كنبقى نقول كيفاش، شكون هادو، وكتبقاي تقولي كيفاش داروا لها. يعني صنع محتوى مختلفين في الاعمار وفي المحتويات، ولكن فريمون كتجلسي كتقولي ما يمكنش. كانت صدمه كبيره فريمون بالنسبه لي، لدرجه انا كنت كنجي كنهضر مع الناس قراب، وكتلقاني مازال تحت الشوك الاسابيع. ما فهمتش، كتبان لكم هي عاديه وهي من تجارب الحياه، ولكن خصني نعاود ناكد لكم انا ديك الوقيته كنت في بدايه العشرينات. انا اليوم راني في نهايه العشرينات، ان شاء الله قريب غادي ندير 29 عام. يعني اكيد انا التجربه كتختلف. في هاد العشرينات تعلمت دروس العشرين، وكبرت ونضجت وفهمت بزاف نتاع الحوايج. ولكن كنهضروا على 21 عام، 22 عام، خصوصا انني ديجا انسانه اول حاجه جديه بامتياز. انا برجي الجدي، انسانه منغلقه، كنبغي داكشي ديالي. مي كنكون في مواقف في اجتماعيه راه كنعطي صواب وتلقايني نورمال، ولكن في النورمال كتلقايني كنولي للدائره ديالي وكنتكمش. ما عنديش صحابات بزاف، نقول لك وحده غدرتني، وحده خانتني، وحده كذبت عليا، وحده ما عنديش، ما كنعرفش. كاين اللي عندهم صحابات بزاف وكيخرجوا مع بزاف، دونك مجربه، انا ما مجرباش. فعشت داك النوع نتاع النفاق، ونتاع يقدر بنادم على مصلحته، يقدر بنادم تشوفي واحد الحاجه وتلقاي حاجه اخرى. فكان فريمون واحد الشوك. ولكن كنعاود ناكد ان سي فري ان هاد الحوايج ماشي نعيشهم بنفس الطريقه اليوم في هاد لاج. انا ملي مشيت اكيد كانوا ناس كبر مني بخمس سنين، ثلاث سنين، بربع سنين، كانوا ناس اللي قدي وعايشينها بطريقه مختلفه على حسب البيئه ديالهم، بزاف نتاع الحوايج. ولكن اكيد انا التجربه كتعطي دور، وحتى العمر كيعطي واحد الدور كبير. وللاسف وليت كنشوف يوتيوب والاول مره بواحد الطريقه مختلفه تماما. يوتيوب اللي انا كنت كنشد الكاميرا وكنصور وكنطلع كنهضر، ولات عندي واحد النظره مختلفه. يوتيوب اللي وليت كنطابي سميه تاع شي وحده في يوتيوب وكنتفرج فيها، ولا كتخرج لي، وليت كنشوفها بطريقه مختلفه. وليت كنفكر في الفكره 200,000 فكره من موراها. النظره نتاعي بحال مثلا كتشوفي شي واحد اللي هو يوتيوب بالنسبه ليا، وخطره وحده كيبقى يبان لك يوتيوب راه ماشي هو اللي كتصوري وكتحطي لي فيديو. يوتيوب راه شي حاجه مختلفه، كبار من داكشي اللي كتخيلي. فيها الدخول بزاف، فيها الخيوط بزاف، وما كتبقايش تفهمي شكون اللي نيشان وشكون اللي ماشي نيشان، واش خصني نكون هكذا ولا واش خصني نكون هكا. فريمون هذاك دار لي واحد الثقل كبير على شخصيتي والاستمراريه فيها. وتما كانت البدايه نتاع ديك الحاجه اللي كانت كتندار هكا عفويا، ولات كتحسب. لكن للاسف ضعت على الطريق. هي مرحله كنسميها انا بدايه النهايه.
الحمد لله وسبحان الله، جميع الأجوبة الأسئلة تحياتي كاملة، ماشي غير حاجة ولا زوج، كل شيء تحل بحال اللي كتحلي شي عقدة وكتلقاي خطرة واحدة كيتسرسبوا من وراك وحدة من وراك. فريمون هذا الشيء اللي كان وقع لي، ومنهم المشكل تاع يوتيوب وبزاف تاع الأسئلة اللي كانوا فيه. وهنا غادي نعطيكم الأخطاء، احنا بنجلد نفسينا، ما كتسناش شي حد يجلدنا، لأنني أنا من الناس اللي ديما إلا كنت عارفة الخطأ وكو كنت عارفة غادي نقوله. وفريمون كاين بعض الأخطاء اللي كتبتها هنا والأساسية والمهمة، وغادي نذكرهم لكم واحد بواحد. شنو هي الاخطاء اللي درت في يوتيوب؟ الخطا الاول اللي درت في ديك المرحله، وهو خطا ديالي الاول، هي انني من الناس اللي متعطشه الانتقاد، وكيحسبت لي كيف ما الناس ملي كتسولني على شي حاجه ولا كطلب نصيحه كنحط مخي بالورقه والستيل، وبغا ما كنعاود نعطي كل شيء اللي عندي على اساس اننا نلقاو الحل لديك المشكل. حسبت لي بلي الناس غتتعامل معايا بنفس الطريقه. هذا ما كيعنيش انني ما دايراش بالناس اللي كندي منهم نصيحه واللي كنقدروا نهضروا ونناقشوا، ولكن صراحه كنت كنسمع لبعض الناس اللي كنت كنظن بلي انني كنثق فيهم او اللي عندهم امه واحد، يعني واحد الانتقاد اللي هو بناء. وهذه نصيحه غادي نعطيها لكم، كاين شي ناس اللي يقدروا يكونوا دايرين بكم، ولا شي حد اللي فما كظنيه قريب، ولكن واخا كيبغوكم كتبغيهم، ولكن كيكون عندهم واحد المشكل كبير وشي حاجه اللي في شخصيتهم، انهم ما يبغوش يشوفوكم حسن منهم، ما يبغوش يشوفوكم ناجحين عليهم، ويقدروا يكونوا حتى كيغيروا من النجاح ديالكم. هذا ما كيعنيش انهم مقربين بمعناها انهم معصومين من هذه القضيه هذه. والاسف ديالي انني مرضيتش البال هذه، وكنت كنسمع النصائح نتاع الناس اللي كانت كتخرجني على الطريق. دابا ملي كنفكر في بعض النصائح نتاعهم اللي كنت طبقتها، كيفاش درتها وكيفاش تقبلت اصلا ديك النصيحه، ولكن بحسن ثقه في دوك الناس، وفتالي كنقول هما اللي كيتفرجوا هما اللي كيشوفوا فيا، يعني عارفين شي حاجه، كان نصائح نتاعهم اللي خرجتني على الطريق. كاين ناس اللي ما كانوش عارفين او لا، هذيك نصيحتهم ديك الوقيته، ولكن انا متاكده ان كاين البعض بهم، بما انني دابا عرفت وكتقل بزاف الحوايج كيبانوا في الحياه، كتحسيها بلي كانت هي نوع من الغيره. كاين ناس اللي كتغيرك وكتحسدك، يعني ما غاديش دير داكشي اللي كديريه ولكن غير منك. هذه نصيحة نعطيها لكم، تقوا في راسكم، إلا ما عندكمش دوك الناس اللي تقدروا أنكم تديو معهم وتجيبوا ويكون عندهم واحد النصائح بناءة، أو اللي يكونوا هما بعدا ذاتهم كيعرفوا يعطوا النصيحة ويعرفوا يعاونوكم، اكتفيوا بعقلكم وبمخكم. إلا كان عقلكم متوازن في واحد النوع نتاع النضج، عارفين تهضروا على أي حاجة بموضوعية وتحلوا الأمور، تبعوا مخكم، راه فريمون غادي يوصلكم أكثر داكشي اللي حلمتوا به واللي خططتوا له. فهذا هو الغلط الأول اللي درتوه اللي طحت فيه بزاف نتاع المرات. الخطأ الثاني، وغنبقاو ديما في الانتقادات، شوفوا انا ما وصلتش الملايين وما كنتش مشهوره وكندير باباراسي ولا، ولكن كنهضر لكم على ديك الدائره نتاع المقربين، نتاع المقرب مقربين اللي كيعرفوني كندير يوتيوب وداك الشيء كامل. انا فريمون كان عندهم تاثير، وكما كتلاحظوا ماشي من الناس اللي عندي الزهر، في الناس اللي زيد بيك ولا تعاونك، هذه ديجا قلتها لكم. اللي بداو كيشوفوا لي فيديو ديالي وعرفوني بلي كندير يوتيوب، ولي انا يا حديث الساعه كلشي كيهضر عليا وعلى داكشي اللي كندير، كيهضروا عليا وعلى فعايلي بحال ما عرف شنو راني كندير، وليت موضوع نتاع الساعه، كيديروا مجاميع عليا، جروبات في الواتساب كيهضروا عليا، كيبارطاجيو لي حوايجي. تخيلوا معايا وصلت مثلا كنكون جالسه مع شي ناس اللي نورمالمون ما حدني جالسه معاهم، يعني من المقربين، وكان واجي تشوفي واحد لافوتور عندي ولا تبغي شي حد يوريني شي حاجه، حتى كنلقى دايرين البوم عليا، البوم على لي سكرين شوت نتاع حوايج اللي قلتهم، فين مشيت فين جيت كنبغيهم، فيديوهات ديالي متيليشارجين عندهم. هذا الشيء كتجي كتبقاي تقدري تكوني مع صحتك تضحكي عليه، ولكن كتوصل لواحد المرحله كتبقاي كيخوفك، هادشي راه كيخلع. يعني علاش غديري البوم عليا وتيليشارجي لي فيديو ديالي وسكرينات حياتي كامله، اي حاجه كنقولها هذه بغيت هذه عجبتني هذه كنت انا سكرين 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 محتفظه بيهم. داكشي ولا كيخلعني، كنكون جالسه فشي بلايص كاين الناس اللي كتصورني، الناس في النورمال كتمشي شي بلاصه كتجلس على راحتها، كنمشي شي بلاصه كنكون معروضه ما حد معروضه، عرضني شي حد قريب، وداك الحق قريب جايين شي ناس اللي يمكن انا ما عرفاتهمش ولا من القرابين، كتلقى كلشي كيهضر عليك وتوتوتوتو كيغمز عليك، وبنادم شي كيهضر على شي وكاين اللي اصلا كيسمعك، يعني فهمت، يعني ما حد وصلت لك المعلومه وصلت، كاين اللي راه بغى يسمعك، يعني كطم يعني كتسوقي شويه لك واحد القصه كيولي داك الشيء كيضر. ملي كنشوفها دابا كنتاكده 100% انني تعرضت للتنمر، هذا سميتو التنمر بجميع الانواع ديالو بالاختلافات ديالو. بنادم كيهضر عليك وشوفي كدا وكاين اللي كيصورني، انت نورمالمون راكي معروضه وراكي فواحد البلاصه وعائليه ونورمالمون ترونكيل، كتلقاي بنادم كيصورك باش يهز ديك الصوره وكيحطها في جروب واتساب باش يهضروا عليها. كاين الناس اللي كنكون مثلا في شي قهوه ولا كنخرج انا وراجلي ولا ولدي ولا شي حاجه، ماشي ما كنوريش ولدي ولا ما كنوريش عائلتي، ما افتخرش بهم بالعكس مو مدلعين، ولكن انا عارفه هاد الانترنيت وعارفه شنو فت فيه بدا امه، وما باغياش الناس يفوتوا فيه وهما ما باغيينش. كتلقاي بنادم كنكون جالسه وما عارف حنا جالسين،
لقى بنادم كيصورني، كيصور راجلي، كيصور ولدي، وكيهزها وبنادم داير كاميرا في وجهي زعما دابا انا في هاد لاج بهاد ما عادش نفهم بلي بنادم كيصورني. مي كنشوف داك الناس كنشوفهم قلة ثقة، كنشوفهم بلي قلة احترام، كنشوفهم بلي ما عندهمش شخصية، بلي ناقصين بزاف في حياتكم باش تصوروني انا وصورتي انا ولا صورة راجلي ولا صورة ولدي مهمة عندكم باش بلاتي تصيفطها في الجروب تاع الواتساب وتهضروا فيها. ولكن او لهالدرجة حتى شي واحد ما كيفكر، اما واحد بدا يديرها غفلة في كمارتي يعني في وجهي التليفون ما كاينش اللي كيسوق لك. وبزاف منهم الحاجه اخرى اللي اثرت فيها بزاف وكنعتبر بلي هي من المشاكل الكبيره اللي درتهم ومن الاخطاء الكبيره اللي تعرضت لهم، اللي هي يوتيوب والاشارات. من بيت يوتيوب ما كانش حاجه اسمها الاشارات، ومن بعد بداو عندي واحد المشكله كبيره اللي هي انني كنخاف نضيع رزق شي واحد، وكنخاف نكون السبب فان شي باب نتاع شي رزق ما تحلتش لشي واحد. وهذه صراحه خففت هذا العبء عليا، لاني فهمت واحد القضيه انني ما مسؤوله على حتى شي واحد. بدات هذا الموجه نتاع الناس كدير لي بروجي ديالها وسي فري ما كاينش الخدمه، وكل واحد كيحاول يديروا لي بروجي ديالو. وكنعاود نقول ان هذا الشيء ما كيضيعش الناس اللي خدمت معاهم اللي كانوا كيستاهلوا، ولكن كاين انا بالنسبه لي 80% اللي استغلوني وبكل ما تحمل كلمة من المعنى. انا كنقولها وما كنحشمهم، انا استغليت بالطيبه بالنيه بانني فيا والجدي غادي يبانوا هنايا. عندنا واحد المشكل، انا تبغي تعاوني وشداني انا وشداني، ما كنهضرش على الناس اللي مزيانين بالعكس، لكن كاين شي ناس اللي ما استاهلوهاش، كاين شي ناس اللي ماشي غي عقلوا على الخير، كاين ناس اللي قابلوني بقلة الأدب وبقلة الاحترام وبواحد التصرفات دونية لا تبوت لأي مستوى كما كان من الأخلاق. وفوق من هذا الشيء كامل كيهضروا عليا وكيكذبوا وكيقولوا عليا، لأن في التالي اللي كيقول شي حاجة راه غادي تضر والضر غادي توصلني، راك ما حد قلتيها راه غادي توصل. والناس عطيتها من وقتي وعطيتها من جهدي وكنت معها، ما عمر ما قلت الاحترام مع حتى شي واحد. وحتى الناس من ولات كتغلط معايا كنقول لافوت ديالي، انا اللي غلطت. علاش؟ لان في النهايه انا اللي في الانترنت، انا اللي في يوتيوب، وهما اللي في الواقع. ما كاينش شي حد اللي غادي يسوق لك، ما حدك في الانترنت ومعروفه وكديري كلشي غادي يسيق المسكين اللي في الواقع، انت ديما لافوت فيك. والناس ملي كتغلط معايا كنقول لهم سمحوا لي لافوت ديالي، اغلبيه كنجاوب بهاد القضيه وكنفوت في حياتي، لان ما يمكنش واحد الوقيته كتقولي انا شنو ربحت. ولكن انا اللي عليا كندير المجهود، كنعطيك من وقتي. وكاين شي ناس اصلا اللي كنفكر معاهم بحال البروجي ديالي، يعني فريمون كان انفيستيت بزاف نتاع الوقت وبزاف نتاع المجهود في هاد الفكره اللي خاطئه. اسمحوا لي، الناس عندهم لي بروجي بالملايين، ايوا حنا كنعرفوك، ايوا راه حنا لا فامي، ايوا راكي صاحبه فلانه. ومن بعد واش انت ملي كتبيعي كتبقى تحطي لي البرودوي نتاعك في الزنقه باطل؟ الثمن اللي دي فوا كنديرو باش نخدم مع شي وحده راه كنحشم، وكنجي وحده تسولني في الدومين راه ما نقدرش نقولها لها، يعني تقدر تكون هذه الحشومه والعيب في الدومين. كنعطي لكم نصيحه ليكم، تعاوني كاين بزاف طرق تاع المعاونه، ولكن الا كانت المعاونه كتضغى على حياتك تكالماي. كاين الناس اللي كندير لهم كيبقاو بغاوني نخدم لهم شهر، عاودي ديري، ولا قلتي لهم لا ما نديرش يبقى فيهم الحال. والناس اللي قراب، كل اللي عنده شي بروجي بغيت ندير، القراب نتاع القراب قولي لها خصها دير لي، يعني عاود الواحد دابا ملي كتشوفي كتبقى تقولي واش كيتمهبلوا عليا. انا كنت جو مون فو، ما شايفاش هذا الشيء خدمه، ما شايفاش هذا الشيء اللي باغي ندير به شي حاجه، انا كندير شي حاجه كتعجبني. مي واحد القصه عييت من الاستغلال نتاع الناس، وسي فري ان بزاف نتاع الناس اللي فريمون كان معارف تاع الخير ضاعوا تهما معايا في هذا الطريق. علاش؟ لانه تهما ريت معهم. من بعد خديت واحد القرار انني لن اتعامل اول حاجه مع ناس اللي افراد، ناس باغيين غير هما يوصلوا، ما كنقولش العاميه، كنقول كاين معارف تاع الخير، هذا لراحتي النفسيه. ثاني حاجه ما نخدمش مع شي حد غراتويتمون، يعني انا موقف بروجي بالملايين وبغاني انا نخدم له باطل، يعني انا شكون انا كي كنجيك باش نجي ندير لك حاجه باطل باش انت تزيد تستمر في الحياه ديالك؟ وحقا بالمبدا انا عاد بادين، ايوا حنا ولاد مدينه وحده، ايوا غير نو مينو جامي، ياك وما كيهمنيش ما ربح والو، ما ندير حتى شي حاجه، اللهم حاجه نخدمها مع ناس كيعجبوني العام كامل ومرتاحه معاهم، وكاين داك الاحترام اول حاجه، وكاين بنادم يعني كتمعرفت خير ولا هادشي كامل وصداع الراس. انا اليوم كنبارطاجي بزاف تاع البلايص كنمشي لهم كنبارطاجي حيت انا بغيت نبارطاجي، ما كيسني حتى شي واحد. يعني لي ستوري اللي كندير انا غراتويت مو قال لي راسي مشيت واحد البلاصه، بزاف تاع المرات هي دائما كنبارطاجي بلاصه عجبتني، ما قال لي حتى شي حد ديريها، بصح جا شي حد يقول لي ديري واش انا ديري حطي بارطاجينا قبيله كنت معاكي وطاقيني ايوا بارطاجي اللي قال لي راسي. يعني انا من الفوق تشوفني بارطاجي شي حاجه قالت حتى شي حد ما بزز عليا، حتى شي حد ما اوبليجاني، حتى شي حد ما طفل عليا، قال لي راسي بغيت نبارطاجي حتى 20 وحده النهار. ولكن انا اللي بغيت من غير داك الضغط نتاع كل واحد من كل جهه، حيت كتولي واحد القيطه انتي ايمان تساوي اشهار. للاسف تعلمت الدرس متاخر، واني عارفه بلي هذا الموضوع سورتو الناس اللي كيكونوا في الدومين، ولكن تعلمت متاخر، ولكن اللهم متاخر ولا والو. والخطا الكبير واللي كيفريني بزاف من لي ستوري ومن الكونتوني، انني نبارطاجي حياتي من غير انني انسانه ما كنبغيش نبارطاجي،
وانني محظيه. تعرف واحد النهار كنت شفت لا فيديو نتاع يور بيوتي دنيا وكانت هضرت وبقيت نقولها اعتقرت هذه انا. راه ما يمكنش، راه ما يمكنش تعيشوا واحد الضغط بواحد النوعيه مختلفه، محظيه في الفيديو في يوتيوب، محظيه في الستوري، اي حاجه. علما الله يخليكم كنبارطاجي 2% من حياتي، شتو حياتي كامله شدوها عطوها 2% هي اللي حطوها، هي اللي حطوها في السوشيال ميديا. انا اذا ما كنبارطاجي حتى شي حاجه، الا خرجت عارفه بلي راني خرجت 20 مره عاد حطيت ديك المره، الا كليت عارفه بلي راني بارطاجيت 20 مره عاد راني حطيت هذيك، الا مانيش عارفه شريت عارفه بلي شريت 20 مره عاد حطيت هذيك. بزاف نتاع الحوايج غير مره لان في التالي خصني ندير محتوى، خصني نبارطاجي شي حاجه، خصني نهضر على شي حاجه، خصني نبان في شي بلاصه، راه ما يمكنش. وكتلقاي خرجتي البارح، دخلتي البارح، خرجتي البارح، كنتي في ديك البلاصه، سافرتي، كليتي، شريتي، لبستي، كنتي مع هذيك، لا راكي كنتي معروضه، لا حقا كنتي والده، لا راكي ولدتي، لا حقا درتي الحفله، لا حقا كنتي لابسه ديك اللبسه. لا راه ما يمكنش، راه ما تعيشتيش هاد الضغط حاضينك في لي ستوري. انا ما كنهضرش على الناس اللي كيتبعونا باسكو هذا كونتوني كنديرو، كنقول لك على الناس اللي كتعرفيهم اللي كيتبعوك باش يديو الفايده. 2% من حياتهم مسلكت من غير انك تجبد لك الطاقه السلبيه. تخيلي انت جالسه وعندك على الاقل، نقول لكم راه فريمون بلا ما نكذب عليكم، عندي حتى 30 35 واحد ملي كيعرفوني يعرفوني، بيان سور ما عنديش علاقات وديه معاهم، ملي كيعرفوني حاضيني للمعلومه، حاضيني باش يجيبوا فايداتي وخبراتي. كاين اللي وصل حتى يدير البومات وسكرينات، وكاين اللي شفتها دارت فعلت تركت نزلت خرجت دخلت. هاد القضيه ما كنحط في نفس الوقت اللي كنخرج، ما كنقول نفس الحاجه فين كتكون، يعني كنحاول نتلف المعلومات بجميع الطرق وما سلكتش، فهمو ما سلكتش. يعني واحد الوقيته كرهت طاقتي لا تستحمل، انا كتافي شلح حوايج بزاف منهم اللي عاودت لكم، بزاف اللي مازال ما عاودتش كتافي تقالو، وتزيدي كدير لك كتقولي بناقص ما نحطش صافي ما نصورش، طلعي تقولي غير شي حاجه عليك. انا مثلا دابا هضرت مثلا قلت لكم تاع السكرين تاع الالبوم، في بالي اكس، وهذاك في بالي راه في بالهم، وكاين اللي ما عندوش كاع علاقه بهذا الشيء، وحسبت بالي نرمي له الهضره عليه ولا راني كنمعنين ليه، وغدا تلقاو بلي هادشي كلشي كلشي كيحسبطو عليه ولا شي حد قلت له. عرفتوا كيفاش يعني كتولي كتهضري كتبغي تقولي شي حاجه كلشي كتضربي له الحساب. فيديو في يوتيوب كتضحكي انت وخصك تقدري تكونوا تجربوا شي حاجه نتاع الماكله، شي حد كيفوت كيقول لك شكون داها فيكم؟ ما كنسوق للناس، ما عندي الوقت للناس، ما دايره خاطر للناس، ما كنوقت لشي حد، ما عندي الوقت لشي حد. واي كاين الناس اللي فريمون حياتهم خاويه ما كيديروا حتى شي حاجه، يمكن جالسين كيرقصوا في حياه وحده. تخيلي انت عايشه حياه وعيوا ما تشوفي حياتك كتشوفي حياه واحد اخر، هذيك واحد الطاقه سلبيه عرفتي، كتعكس لك الحياه والمستقبل، كتعكس لك فريمون الافكار. واش نتوما ملي كتخرجوا كتسولوني واش كاين هادو اللي كيحضروني انا فين مشيت وفين جيت، وكيحضروني انا شنو شريت وشنو كليت، واش هما ما كياكلو ما كيشربو ما كيشريو ما كيخرجو، واش ما كاين يخرج شي واحد فيهم زعما غير حيت ما كتحطوش في ستوري ولا ما شفناكمش، ما كتاكلوش ما كتشربوش ما كتخرجوش ما كتسافروش ما كتجلسوش ما كتفوجوش ما كتضحكوش. وفي الاخير اللي بغيت نقول ان اليوم الجمله الرئيسيه نتاعي هي انني لا اهتم ولا ابالي، وما حدني اول حاجه عارفه ما كنضر ما كان ادي معيب محشوم، هادو مسدفين ما سوقيش ما سوقيش لي يقول لي واش كيعجبو اللي كندير ولا مقتنع باللي كندير ولا سوق في اللي كندير. انا متحمله المسؤوليه وناضجه بما فيه الكفايه وعاجبني داكشي اللي كندير، ما سوقي حتى شي واحد، ما كنهتم حتى شي واحد، وما طالبه الراي ديال حتى شي واحد. رقم واحد. ثاني حاجه والاهم، لن استسلم، وقلتها لكم من قبل، نبغي الناس تعقل علي انني كنطيح وكنوض، وهذه هي حياتي كلها، انني كنطيح وكنوض وكنعاود نطيح، فيها طيحات بزاف ولكن كل طيحه تبعتها نوضه. نجرب 200,000 طريقه، وملي ما سلكش 200,000 غنجرب 200,000 واحد، وانا غادي وكنجرب حتى واحد من الامانه يدي امانته في اي حاجه كنبغيها، في اي حاجه كنامن بها، في اي حاجه كتعجبني. وغادي نكمل هذه الجمله هذه لكل المحبين، هادو الناس اللي درت يمكن من البدايه عليهم هاد لا فيديو، يمكن ما تكونوش تفهموا شويه باش تفهموني شنو واحد الرحله اختصرتها لكم، ولكن غادي يجي واحد النهار وغتبقى كل مرحله وبزاف ديال الحوايج فريمون زابيتهم لان ما عنديش حتى الوقت بزاف باش نصور اولا غيره ونهضروا عليها بالديتاي، وبزاف فريمون بزاف ما نشارك معكم لهذوك الناس العزاز اللي كنغبروا كنجيو كنلقاكم. ما يمكنش تخيلوا السعاده هذيك، راه قلت لعاش قلت لكم شي حاجه كتبغيوها، وناس كتبغيوهم ما كتعرفوهمش، ما نقولوا ما نبيع حتى شي واحد ديك السعاده، ما نشاركها مع حتى شي واحد، تالمون سبيسيال. ولكل حقيد اللي كيتسناو ان شي نهار نستسلم نختفي نريض نطيح ما نوضش
يمكن كاع من الوجود ما يلقاونيش، لكن ما عرف ما كنعرفكمش، ما كنقرب لكمش، ما كنهتمش بكم، ولكن كتهتموا بيا. لهاد جوج نتاع الناس بالايجابي والسلبي، الكلمه اللي كاين بزاف تاع الناس غادي تفرحهم، والكلمه كاين اللي بزاف الناس غادي تغيظهم، عدنا.